أهلا بكم. جهود مكثفة قامت بها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة السودانية لاحتوائها وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. الرئيس السيسي أكد خلال اتصالاته مع كل الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية على ضرورة نزع فتيل الأزمة والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع في أسرع وقت ممكن. كما أكد أيضا موقف مصر الرافض للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني. مصر لم تتخلى عن أشقائها السودانيين، فكانت من أوائل الدول التي بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة. ولمساعدة المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، فتحت مصر حدودها وقدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية، كما عملت على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. مصر وضعت تصورا أيضا لخروج السودان من الأزمة الراهنة، إذ طالبت الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. كما دعت مصر أيضا إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، وذلك بمشاركة القوى السياسية والمدنية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. وعلى المستوى الإنساني، طلبت مصر كل الأطراف السودانية بتسهيل كل المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. واستضافت مصر في يوليو الماضي مؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.